الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. احنا اليوم في افتتاح منطقة مستعمل حول البروتكت، هي بتبيع برنامج مور مترفشيسات في حدود 5 مليون يورو، ينتظم بثلاث ولايات مهمة، ولاية قيروان خاصة ولاية بزارة ولاية كفص. احنا اليوم في ولاية قيروان والشهدية شاركوا فيها عدد من الخبراء وكذلك السادة الرؤساء البلديات ممثلين المجتمع المدني. بتبيع الهدف من الشهدية هو حماية المناخ عبر الاقتصاد الدائري في قطاع التصرف في النفايات. نعرف أهمية المشروع هذا في القيروان، خاصة أن تعيش بعض النفايات وهذا يدخل في إطار الشراكة في قطاع العام قطاع الخاص بمشاركة بعض مكونات المجتمع المدني اللي هي تنشط المجال البيئي، وكذلك لابد من نشر ثقافة جديدة اللي هي التوعية والتحسيس بأهمية الفضاء البيئي وكذلك المجالات هذه. هذه بتبيع أهم محاور الهدف من الورشة هذه بحضور كل أطراف السيد الرئيس المدير العام للوجهات هذا المجتمع. إن شاء الله الورشة هذه تكون عندها أهداف المرصودة لها، إن شاء الله تكون تحقق كل الأهداف هذه، إن شاء الله يخرجوا بتوصيات مهمة تساهم على الأقل في نشر ثقافة البيئة وكذلك نزيد التحسيس والتشريك والشراكة في القطاع العام. لكن نشوفوا أهمية المشروع هذا من حيث أهمية المشروع والأهداف المشروع وكذلك التوصيات منه وكذلك كلفة المشروع. إحنا مشروع كله مختم تخصيص معناه في حدود 5 مليون يورو في حدود 16 مليون دينار توصل بين 3 ولايات. هذاك علاش نقولوا الموضوع هذا مهم، خاصة للبلديات والبلديات المحتة لابد من استغلال الفرصة العمل هذه للخروج بها التوصيات وكذلك للمشاركة في مخرجات الورشة هذه حتى تكون عندهم نصيب في بتبيعة في مشروع هذه إن شاء الله. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.